قناص ليس سيستمان ولكن هو غوليادور. كرة دارت موسيقى على عن طريق فرنانديز. فرنانديز أليكس أليكس وجول مفروض عليه يغادر هذا الواقع المرير لأنهم الشياطين الحمر، لأنه الكبير المانشستراوي، لأنه يونايتد الكبير البيج مانيو يعدل الأرقام. لا تبكي يا ولدي إنهم الشياطين. واحد واحد من أليكس. عالمي يا أليكس، جولاثو يا أليكس، يا برازيليرو كي جول. واحد واحد مش ممكن. والهدف الثاني يضيع، الهدف الثاني يضيع من ديا. فرصة كبيرة برشا، كرة العمر، كرة الصدارة. رونالدو خطيرة صعبة ليجارد والدون والدون والجول والدون والجول جول 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 جول. أهم أهو سبارتاكوس، أهو إركول، أهو العملاق كريستيانو رونالدو. على معانقة الشباك ليفا الشباك، ومتعود جماهير البايرن في حضرة ليفاندوفسكي أن تلوح بأفراحها لا أعلامها لا وشاحات العب. انطلاقة أمامية والكرة ملعوبة ليفا وأداء تحفة من جانب الفريق الباباري. وها هي الجماهير تلوح بعشقها بصورة جميلة إلى ساني أحار تسديدة. الله الشامبيونز ليج. ما أجمل الهدف، ما أجمل الهدف، هدف للتاريخ يا ليوني. الدفاع هنا محاولة رأسية. الله هنا خماسية 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 إريك جابو موت. نيونيز داخل منطقة الجزاء، مر تقدم دخل سدد يضرب الأوروغواياني ومنذ البداية يضع ملعب النور بأفراح جماهيره في المقدمة. لا 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 ضاعت على لوك، عادت من جديد وسدد بيدري، لكن بعد ذلك التسلل حاضر، التسلل موجود والقرار ياتي بركل. كره بتمريره مثاليه جدا، حلوه جدا، ملعوبه خطيره جدا. اوه رافا سيلفا في مقتل، في مقتل وفي توقيت كان ينتظر فيه البارسا العوده، يضاعف النتيجه بنفيكا ويسجل الهدف الثاني عن طريق رافا سيلفا. رافا كومان ولا ثلاثة. نيونيز 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 هو ليلة الألم الكبير في كتالونيا بسبب هذا الكومان، وليلة الفرحة الكبرى في بنفيكا بسبب نيونيز. نيونيز يسجل الثالث الآن، ثلاثية نظيفة لبنفيكا على برشلونة، ثلاثية نظيفة.
صور كرة خطيرة كيزا اوبا با 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 السيد العجوز يحملها اسدها الصغير كيزا. انا لا اريد يعني غادي نشاهدوا اللقطة ولكن خطأ بدائي يعني تابعوا الان سايمون سوفا عرفتش انا علاش المدافع وكان تدخلاته جيده. اذا نتابعوا الان يحيى جبران والهدف لصالح فريق الوداد في حدود الدقيقه 11. يحيى جبران بعد ضربه جزاء استادها سايمون سوفا وقع في الخطا محمد الطيري اللي يتحمل هدف غادي يخلي فريق الوداد يلعب براحه اكثر بثقه اكبر وبالتالي سيجاري إيقاع الدقائق القادمة بقوة أكبر بتركيز أكبر. إذن العموم سنتابع الآن ما بعد هدف الوداد كيف ستكون التمريرة كانت خاطئة. الشرقي يسدد خطيرة جدا خطيرة جدا وهدف التعادل هدف التعادل خطأ فادح في التموضع الدفاعي كان فيه خطأ في التمرير من أصل تمريرة يحيى جبران بالنسبة لفريق يوسف يزبرشيد. تابعوا الآن ردة الفعل لم تكن جيدة تسديدة تدخل رضا تكناوتي في المحاولة الأولى ولكن كانت متابعة جيدة يمكن أقول بأنه خطأ يتحمل وسجد حتى الدفاع من خلال المحاولة تسديدة المحاولة لا أعتقد. نتابعوا الآن من مختلف الزوايا يعني واش لا اعتقد بانه تسديده الشرقي كانت في اتجاه خط المرمى انا لا ابحث لاصطياد الخطا. اذا الان ايت علان حمزه يبحث عن حلول وفرصه فعلها وليد الكرتي فعلها ويسجل الهدف يسجل الهدف بناء هجومي جيد تبادل كروي ممتاز يمكن نقول بانه الحسوني قلت بانه ولكن يمكن نقول بانه حسن الفعل انه غير اتجاه الكره في الجهه اليمنى لانه كان هناك ضغط كبير كتحرك الاله الهجوميه بشكل مضبوط يمكن انها تلقى حلول بهذا الشكل. نتابعوا الان وليد الكرتي في هذا الارتقاء تمريره كانت ممتازه ديال حمزه ايت علان ووليد الكرتي بضربه راسيه جميله بديعه يسجل الهدف يسجل الهدف بطريقه جيده وبالتالي ضربه راسيه هذه محاوله خطيره جدا الهاشمي ويسجل الهدف الثاني بشكل جيد يسجل الهدف الثاني كريم الهاشمي اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني جديدي. اذا اعتبر بانه المدرب دم في مباراة ثانية وتم شاهدوا الآن الزيادة العددية ولم تكن هناك تغطية هنا التغطية لم تكن جيدة لم تكن جيدة عطية الله يحيى كان متأخر وبالتالي ترك الفرصة للهاشمي الذي إذا رضا جعدي وبنزا هم البدلاء خطيرة جدا وخروج خطيرة جدا خطيرة جدا خطأ لصالح فريق الوداد لقيت روح بأربعة لاعبين أو خمسة لاعبين خطيرة جدا تكون حارقة استرجاع من شد من القميص شد من القميص بطريقة غريبة وورقة صفراء اتجاه أيمن الحسوني أيمن الحسوني انطلق العملود خطيرة جدا خطيرة أي 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 ما كنت أتحدث عنه حصل انطلاق صاحب التجربة أكثر من حمزة يتعلان العملود ليضع الوداد بعد أن كانت تمريرة من المايسترو أيمن الحسوني الذي انتفض ومرر في اتجاه العملود وكأنه رسالة أيمن الحسوني لا نريد أن نتعذب. شاهدوا التمريرة كانت ممتازة من متريا في اتجاه العملود الذي لم يضيع ومبينزا انبر لها وسجل الهدف هدف أعاد لفريق الوداد كبرياء الذي خدش بعد أن سجل هدفين ثاني ولكن هذه كرة القدم فريق يوسف يتبرشيد كذلك فريق يستحق الاحترام والتقدير و